الفتاح ديال الصدايف، وكنفتحهم بالماكينه وكنفتحهم بيدي بالابره والخيط. هنا هادو غنفتحهم بالماكينه. راني فتحت هنايا ثلاثه ديال العيون، ها وحده وحده وحده. دابا بقات لي غندير فيها سته ديال، بقاو لي جوج. هنا بين العين والعين كندير 8 سنتيم. هيا كنحطها هنايا، ها هي 8 سنتيم. ندير هكايا سنتيم واحد، حيت الصدافة عندي غير صغيرة. ندير سنتيم، وهنايا كنزير الغرزة ديال الماكينة، كنديرها في الواحد باش تجي الغرزة مزيرة. صافي، وكندخل هاد فين طراسيت بالطباشير، كنبقى كندي ونجيب هكايا بيديا. دابا غادي ندور هكا، وغادي نضرب غير شويه، غير واحد جوج ضريبات، ونمشي ونجي فيهم. صافي، وندور عاود. نولي عاود نسد المره الثانيه من الفوق. الا كتبان لكم ها هي، كنضرب من هنا واحد نص سنتيم ما كاملش في العرض هنايا، ونهبط سنتيم، ونولي نرجع عاود داك نص سنتيم ما كاملش، ونولي نطلع سنتيم بحال واحد المستطيل صغير ديال سنتيم. هاد الطريقه هادي كندير، هادي وكندير طريقه اخرى بالابره والخيط بيديا، تنوريها لكم ان شاء الله في فيديو واحد اخر، حيت واحد بزاف ديال المتتبعات طلبوها مني. هادي حتى هي راه ساهله، هادي كتجي سريعه شويه على ديال اليد، على تخدميها بيدك. صافي، كنجي وكنطوي هكايا على جوج المنتصف ديال داك النص ديال داك السنتيم هكا، كنطويه وكنضرب بالمقص هكا غير بالراس المقص باش ما نلقاش الخياطه. صافي، كندير واحد العوينه باش نحشي فيها المقص، ونضرب هكايا ما نلقاش الخياطه بالمقص. الاخت طلبتها مني، كنقول لها سمحي لي تايلا تعطلت عليك مع الظروف ديال الخدمه وديال الدار، ما كنلحقش نلبي الطلب بسرعه. هذه هي العوينه ديالي كما كتشوفي، وان شاء الله ديال اللي براو الخيط دابا نوريها لكم في اقرب وقت هي ان شاء الله. تنقول الاخوات اللي متبعيني واللي تيشجعوني بكلامهم الزوين، تنقول لهم شكرا بزاف، تنشكرهم من قلبي، لان كيخليو كلام زوين وكيشجعوني باش نعطيهم اكثر واكثر. ولا تعطلت عليهم شي حوايج اللي كيطلبوهم مني، كنقول لهم سمحوا ليا مع الخدمه راه ما كنساليش وصافي. هنا غنولي نزيد وحده اخرى، ها هي فين عندي غندير سنتيم. صافي، وغنعاودها عاود مره ثانيه معاكم باش تزيدي تعرفي اكثر. هما راه عندهم الماكينه ديالهم، كاين اللي عنده هاد الماكينه ديال هاد العيون. بالنسبه للخياطه الكبار هكا اللي عندهم محلات اللي كيخيطوا بزاف ولا كيشريو الماكينه ديالها، انا ما عنديش، كندير غير هاد الطريقه ولا كندير بيدي.
يد كتشدي بها الثوب ويد كتشدي بها هنايا فهاد ديال الماكينه اللي كيدي ويجيب ملي كتبغي ترتقي هكا الخياطه. هذا كنطلعو نهبطو بيه، هذا هو اللي كنكونو كنبركو عليه، كنديو نجيبو يد كتشدي بالثوب ويد كتسدي وتجيبي في هذا باش كتبقى كيمشي ويجي لك الخياطة كتعاودي كتر من مرة. هيا العوينة ديالك كما كتشوفو، أنا ولي نطويها هكا على جوج، نطويها في النص المنتصف ديالها نيشان ونفتح هكايا غير غريزه صغيره وعاد نكمل هكا باش ما نضربش الخياطه ديالي. هاد الطريقه هادي كتجي فهاد الثواب هادو اللي كيكونوا شويه مشعرين ولا كيكونوا بحال الكانيش بحال هذا، بحال الثوب مثلا ديال الصوف ولا ديال المونطويات اللي كيكون غليظ. اما الثوب اللي كيبان فيه هذا من الاحسن تضربوه في بيديكم، هذا ما كيجيش باين، واخا كديري هكا ما كيجيش باين، كتجي عليه الصدافه من الفوق صافي. مازال غنزيد صدافه وحده، درت هنا 5 ديال الصدايف. غادي نزيد وحده اخرى، علمت هنايا سنتيم ديالي صافي وغادي نولي عاود. غير تحكمي في الماكينه، تحكمي في الابره، صافي هذه العين ديالي، هادي العين السادسة، غندير 6 ديال الصديفات. هادو هما العوينات ديال الصديفات ديالي كما شفتو هكا، هانتي كنحط هكايا ملي كنبغي نطراسي بلاصه الصدايف، كنحط هاد العوينات هكا ونشد من الراس من هنايا ونشد من الراس من التحت، نقاد مزيان ونعلم هنايا في وسط هاد العوينه بالطباشير، هنا نحشي الطباشير نعلم هنا نعلم هنا صافي. تما كنجي كنركب الصدافه كنحل دابا هنايا ونركب الصدافه فين طراسيت بالطباشير، بحال هاد الطريقه اللي كنعرفو باش ما كيجيش داك التكماش ولا كيجيو عندنا مزاقلين كيجيو هما هادو. نتمنى تكون عجبتكم الطريقه، راه سهله غير تمرنوا عليها في الاول، المره الاولى والثانيه وخا مصدق لكمش الاول راه كتجي شي حيت في الاول كتجي صعيبه شويه، تعاودوها المره الاولى والثانيه ان شاء الله تطلق يديكم عليها. السلام عليكم ورحمه